آمال كبيرة ينتظرها الشعب التونسي من هذه التشريعيات، والذي قرر منهم الذهاب إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت كان من منطلق أن تونس تحتاج إلى صوت. لازمنا ننتخبوا طبعا، ما فيها حتى أحد، كل واحد مش حمل مسؤوليته في الآخر، مش تمشي انتخابات صحيحة ما هيش صحيحة والله العلم ولله هكيك. مازال النهار على الانتخابات، غدوة إن شاء الله الانتخابات تشريعية، حسب ما نشوفوا الشعب قاعد خايف، ما أنت قاعد مازال ما يعرفش شنيا باش يعمل، عباد تقول نمشي نصوت عباد لا، هو الصحيح وليسونسيال الواحد يمشي يصوت، ما فيش كلام هذا، باش يختار السيستيم اللي يحبه هو واللي يحب يعيش به هو، واحد لازم يصوت. تونس على موعد المفصلي، الكلمة فيه للمواطن الذي سيختار ممثله في المجلس النيابي. بديل ما فماش، بديل للنهضة توا حاليا ما فماش، اللي خير منه ما فماش، دونك هذيك هي حاليا كل نهضاوي. وبصرف النظر عن الحزب أو التحالف الذي سيحوز على ثقة أكبر عدد من التونسيين، يأتي الرهان الاقتصادي والإصلاحات التي ينبغي القيام بها في أعلى سلم الأولوية التي يبحث عنها المواطن في تونس. دونك اللي مش يشد لازم يعرف عشان يقدم، خاطر ما هوش باش يحقق حتى نسبة 40% من اللي ينتظر فيه الشعب، راهي مش نفس الحكاية، مش تصير ثورة أخرى، مش تبدل شيء معنا. واقع الحال أنه بانقضاء الفترة الانتقالية يفرض على السياسيين التونسيين محاولة حل المشاكل الحقيقية، خصوصا تلك المتعلقة بمعيشتهم بعيدا عن لغط السياسة. صمت المرشحون وانتهت الحملة الانتخابية، والكلمة الفصل بيد التونسيين ليفكروا ويقرروا عبر صناديق الاقتراع. من العاصمة التونسية، مفاد قناة الشروق نيوز، عبد الغفور سلمان.